السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا الطلاب في الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول جزئية الجرامر الخاصة بيونت 7، الوحدة السابعة، هي أول وحدة في الترم الثاني، خاصة بالدرسين لسونز 1 و 2. طب جزئية الجرامر اللي معانا هي جزئية بسيطة وسهلة، بتتكلم عن the future with will، إزاي أتكلم عن المستقبل واستخدم فيه صيغة will بمعنى سوف. طب تعالوا اول نشوف كده، نقول اول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اول حاجة عندنا انا ضمائر الفعل بتاعتي هي شي ات زي وي يو، يعني ايه؟ هي هو، شي هي، ات هو او هي الغير العاقل، زي هما، وي نحن، يو بتيجي بمعنى مفرد او جمع، انت مفرد او انتم جمع. شكل ويل معهم ايه؟ معهم كلهم ثابتة ما بتتغيرش، هي هيها، ويل ما بتضفلهاش ولا يتزود ولا يتنقص منها حاجة. طيب الاختصار بتاعها ابوستروف اللي هي الواو الصغيرة اللي متعلقة كده لفوق في الهواء، وجنبها 2 ال. طيب النفي هنفي ازاي؟ بحط كلمة نوت جنب ويل فتبقى ويل نوت. طب شكلها بيبقى ازاي؟ في الاختصار وانت وانت. طيب مع ضمائر الفاعل كلها واحد، مع ضمائر الواحد الفاعل كلها واحد سواء في الإثبات أو في النفي. تعالوا نشوف الأمثلة. We will travel to England next week. will جت مع we شكلها متغيرش. طب تعالوا نشوف مع he. he الاختصار بتاعها بقت will visit us tomorrow، يبقى شكلها متغيرش ولكن ده شكل الاختصار. احنا قلنا شكلها كده في الأساسي وده في الاختصار. طيب يبقى ده في الجملة المثبتة العادية. قلنا في جملة النفي بزود لها نط فتبقى want. تعالوا نشوف شكلها في المثال. My father will not come late tonight، مش هيتأخر النهاردة. I won't go to the club this evening، برضو شكلها متغيرش ولكن هو جابها لنا هنا بشكلها العادي في المثال الأول، والمثال التاني جابها في شكلها لما عملنا لها الاختصار أو دمجناها في الشكل بتاعها. طيب تعالوا بقى نشوف امتى بستخدمها. will معروف ان انا لما اجي استخدمها بستخدمها علشان to talk about future predictions، يعني ايه؟ تنبؤات مستقبلية، ولكن ما عنديش دليل ليها، مفيش حاجة تثبت ان اللي انا بقوله دوت صح. زي ايه؟ شوف الامثلة. the new bikes will be very useful for traveling. انا معايا دليل؟ لا، بس انا بتوقع حاسس ان ممكن يبقى كده. He won't be able to work for 10 hours daily، ومش هيبقى قادر ان هو يشتغل لمدة 10 ساعات يوميا. حاجة فيه ثبتت ده؟ لا، بس انا بتوقع ان هي قدراته تبقى كده بس. What inventions do you help we will do you hope تتوقع we will see in the future، هنشوفها في المستقبل. طيب انا هنا كل الحاجات دي بتنبأ بيها او بسأل بيها في التنبؤ من غير اي دليل عندي. طيب ايه كمان ممكن شكل ويل تجيلي فيه عشان تعبر لي عن المستقبل؟ قال لي لما تيجي ساعات مع اف او هوين. اف بمعنى اذا او لو، وهوين يعني عندما. طيب قال لي to talk about things اشياء in the future في المستقبل which we think will probably happen، احنا بنتوقع انها من المحتمل ان هي تحدث. تعالوا نشوف الامثله. بيقول لي في الاول هنا انا عندي اف او هوين بيجي بعدها على طول لازق فيها مضارع بسيط، والجهة اللي بعيد عنها هتيجي ويل، هيجي اول فاعل وبعدين ويل او وونت سواء الاثبات منها او النفي وبعدها بيجي الفاعل في المصدر. طيب لو عكسنا، لو جبنا جملة اللي هي الفاعل وويل او وونت زائد الفاعل في المصدر في الاول، يبقى الجهة التانية هيبقى اف ولكن مش هيبقى فيه كومة ما بينهم. تعالوا نشوف الامثلة. بدأنا باف اهو، فحطينا هنا الكومة على السطر ما بين الجملتين، لكن لو بدأنا بويل الفاعل وبعدين ويل هنيجي نبص نلاقي على طول داخلين كاتبين هوين او اف من لير اي كومه. طب مثلا بيقول ايه؟ اف everyone لو كل واحد شوبس اونلاين يتسوق من خلال الانترنت ذا شوبس ان اور تاونز المحلات في المدن بتاعتنا اند سيتيز ويل كلوز هتغلق. طيب تعال كمان نشوف هنستخدم ويل في ايه. قال لي بستخدمها مع بعض التعبيرات زي I am sure متأكد، I think أعتقد، I promise بوعد، I hope أتأمل أو أتمنى، maybe ربما، in the future في المستقبل، soon قريبا. طب وكمان بعبر عن القدرة
عن عمل شيء في المستقبل، لأن أنا بقول will be able to، هيكون قادر على. تمام. طيب زي ايه؟ if my mother has more free time، لو كان عندها وقت بزيادة، we will be able to go out، كنا هنبقى عندنا قادرين على ان احنا نخرج. طيب قال لي ساعات كمان انا عندي ايه، ببني للمجهول. يعني ايه ببني للمجهول؟ يعني اقول مثلا I hope the flying motorbike will be invented soon، يتم اختراعها قريبا. will be يعني انا مش عارف، مش محددتش مين اللي بيخترعها، محددت ما قلتش مين، ما ذكرتش اسم اللي بيخترعها مين، لكن بقول هيتم اختراعها، اتمنى ان يتم اختراعها قريبا. تمام. يبقى انا ما ذكرتش الشخص الفاعل العقلي اللي هيقوم باختراعها، فدي بتبقى مبنيه لمين؟ لحد مجهول، ما يعرفوش لسه. فدي بنعملها ازاي؟ صياغه الجمله بتاعتها مع ويل بتبقى ويل، سواء مثبته او منفيه، زائد بي، بتبقى مكتوبه بي كده اهي، زائد التصريف الثالث للفعل. تمام. طيب لما تيجي بقى في السؤال المبني للمجهول، وابدا بويل، بيبقى ويل وبعدين المفعول به وبعدين بي زائد التصريف الثالث للفعل. زي ايه؟ will these inventions، هل هذه الاختراعات، be used very much in Egypt، تستخدم كثيرا في، هتستخدم كثيرا في مصر. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض الاسئله اللي على الجزئيه دي ونحلها مع بعض. اول سؤال معايا بيقول if I go to the shops on Saturday، هيبقى I will buy some new headphones، I will buy. طيب if you go to the Egyptian museum in Cairo، المتحف المصري في القاهرة، this afternoon you won't see، مش هتقدر تشوف علي because he is in Luxor، هو في Luxor في مكان تاني خالص. طيب in 30 years the world will be different، هيبقى مختلف. طيب عندي هنا maybe computers will talk to all the machines، هتبدأ تتكلم مع كل الآلات in our homes، في منازلنا طبعا ده في المستقبل. Our parents، أبائنا want to go to the supermarket to buy food in 10 years. Do you know what will happen، اللي هيحصل in the future، انت عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ I'll call you when I arrive. هنا ايه؟ I will، when I، بعدها ايه؟ قلنا مضارع بسيط. طيب if we have more free time we will be able to، هنكون قادرين على visit our grandparents. I hope the clever jacket will be used. طيب السؤال الكمبليت هيبقى هنا I think our team will win the next match، يفوزوا، سوف يفوزوا في الماتش القادم، أتمنى ده أو أعتقد ده. Maybe she will do her shopping online. She hopes that he will cook. I am sure they won't go. We will be late if we don't hurry، لو احنا ما اسرعناش. طيب تعالوا كمان نشوف معانا اللي هناخده النهارده، جزئيه السبيكنج اللي هي بتيجي في الدايلوج والميني دايلوج، discussing new inventions، هنتناقش مع بعض في الاختراعات الحديثه. طب الحوار بيقول ايه؟ بيقول لما نيجي ناخد بالنا من اداه الاستفهام اللي استخدمناها، استخدمنا which of the inventions، اي من الاختراعات، do you think، هل تعتقد، will become، هتصبح the most used، اكثر استخداما، وهو، يبقى استخدمنا which of the inventions، اي من الاختراعات. طب الرد كان ايه؟ I think the headphones will become the most used because we need to communicate، نحتاج نتواصل with people from different countries، من مختلف الدول. طيب هنا سأل برضو سؤال تاني بيقول which of the things، اي من الاشياء، do you think، بتعتقد، want to be used very much in Egypt، مش هتستخدم بشكل كبير في مصر، why not، ولما لا. هنقول I agree that the jacket won't be very useful in Egypt، الجاكيت ده مش هيبقى مستخدم كتير في مصر because the weather is fine، يبقى the weather، الطقس في مصر بيكون ايه، كويس. طيب عندي كمان بسأل بأداة استفهام what invention، ايه الاختراع، do you hope، تتمنى، we will see in the future، تحب تشوف في المستقبل، قال له I hope the flying motorbike، الدراجة الطائرة، will be invented soon، هيتم اختراعها ايه قريبا. تعالوا برضو نحل الاسئلة اللي خاصة بجزئية الدايلوج دي، دي اخر حاجة هنكون عملناها مع بعض في الفيديو ده. طيب بيقول هنا ايه، complete the following dialogue، الحوار ما بين هدير and شادي، are talking about، بيتكلموا عن new inventions، الاختراعات الجديدة. قالت له ايه هدير؟ hello شادي، قال لها hi هدير،
هدير بتقول له do you agree، هل تتفق that we will have more inventions in the future، عندنا اختراعات كتير في المستقبل؟ قال لها yes I do. هدير قالت له what invention، اي اختراع do you hope to see soon، عايز تشوفه قريبا؟ قال لها I hope to see the flying motorbike. قالت له why do you hope so، انت اللي بتتمنى ده؟ قال لها because it can push you into the air، تدفعك في الهواء at this at a space في at speed، بسرعة of a fast car، أسرع من إيه؟ من السيارة السريعة. So can you ride a motorbike، تقدر تركبها؟ قال لها yes I can، أيوة أقدر أركبها. إحنا بكده خلصنا مع بعض lessons 1 and 2، الدرسين الأول والتاني من الوحدة السابعة. دمتم في أمان الله.